تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من راست خبري. 13 دقيقة فقط لعبها منير الحدادي بقميص منتخب إسبانيا، كانت ضد مقدونيا في تصفيات أمم أوروبا 2016. هذه 13 دقيقة كفيلة بإنهاء مسيرته الدولية. إسبانيا لم تستدعيه بعد ذلك، واللاعب يتمنى بل يحلم منذ سنوات بتمثيل منتخب المغرب. هو اختار إسبانيا بإرادته لكنه الآن نادم. حرب كبيرة مستمرة مدعوم فيها منير من الاتحاد المغربي منذ عام 2017، آخرها ما جاء فيه اللاعب قبل أيام على إنستغرام وقوله: لن أستسلم، سأواصل المحاولة من أجل تمثيل منتخب المغرب. اللاعب طبعا زي ما حكيت اختار برضا تمثيل إسبانيا، كان يعتقد أنه مسيرته حتصير أفضل لو نسب دوليا للمنتخب الإسباني، لكنه وقع في فخ تكرر كثير من الإسبان تحديدا مع المواهب الأجنبية بين قوسين لديهم، بخلوهم يمثلوهم مباراة ثم بتجاهلوهم، وهذا حدث مع بويان أيضا وعدة أسماء أخرى. لذلك بطالب كثير ناس أنه يتغير قانون فيفا بحيث أنه قصة أنها مباراة واحدة تنافسية تحرمك من تمثيل منتخب آخر تتغير، ولابد أنه يكون في حد أدنى لحرمان اللاعب من تمثيل منتخب آخر. يعني مثلا نحكي لو مثل منتخب 5 مباريات بصير محسوب عليه وممنوع يغير، ومش 13 دقيقة فقط، أو مباريات تحت 21 سنة زي ما حصل مع منير الحدادي. لاعبون آخرون للعلم بدوا يتعلموا من هذا الدرس. لاحظنا زاها مثلا اختار تمثيل سهل العاج مع أنه كان ذاهب إلا شوي لتمثيل إنجلترا. فالواضح أنه الأوروبيين بيحاولوا يوسعوا قاعدة اختياراتهم للمنتخبات، لكن الأولوية دائما عندهم لمن يعتبروه ابن البلاد الأصلية ولو لم يقولوا هذا علانية. هذه هي المشكلة الرئيسية الآن، إنهم بيستخدموا المباراة الدولية الواحدة لحجز اللاعب وليس للرهان عليه. فليتعلم باقي اللاعبين من أصحاب الجنسيات العربية المولودين والمتواجدين في أوروبا الدرس من اللي بيحصل الآن مع منير الحدادي. وشو رأيكم؟ هل حينتصر في معركته؟ وهل فعلا بتتعاطفوا معه أو لا؟